السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى تقديم برنامج دورة تعليم الكهرباء المعمارية أو كهرباء المنازل بصفة عامة. إذن هذه الدورة تأتيكم برعاية شركة بيامس إلكتريك الجزائرية، بالمناسبة منتجات بيامس إلكتريك عالية الجودة وأيضا ضمان كما راكم تلاحظون هنا 5 سنوات وأيضا بأسعار معقولة جدا جدا. استفسار على شركة بيامس تلقوا وراء جميع الروابط أسفل هذا الفيديو، موقع الإلكتروني الخاص بهم تلقوا جميع يعني الجديد الخاصة لشركة بيامس وأيضا قناة اليوتيوب تاعهم وصفحة الفيسبوك الخاصة بهم. إن شاء الله الحلقة الأولى أو فيديو رقم 1 من هذه الدورة تعليم الكهرباء كهرباء المعمارية إن شاء الله تكون على إنارة البسيطة. إذا الحلقة الأولى تكون على طريقة توصيل إنارة البسيطة، إن شاء الله نشوفوا طريقة توصيل هذه الإنارة تطبيقيا وأيضا نشوفوا المحكات لهذه الإنارة. الحلقة رقم 2 إن شاء الله نشوفوا طريقة توصيل إنارة ذهاب وإياب، إن شاء الله نشوفوا أيضا طريقة توصيل هذه الإنارة تطبيقيا وأيضا نشوفوا مخطط يعني المخطط الكهربائي الخاص لهذه الإنارة وأيضا محكات لهذه الإنارة إن شاء الله. إذا هذا فيما يخص الحلقة رقم 2. الحلقة رقم 3 إن شاء الله تكون على طريقة التوصيل الإنارة المزدوجة إن شاء الله، أيضا تكون أيضا تطبيقيا هذه الحلقة وأيضا نشوفوا أيضا المحكات ومخطط كهربائي كيفاش يعمل إلى آخره في هذه الحلقة إن شاء الله. يعني حلقة رقم 3 في هذه الدورة تعليم الكهرباء المعمارية يكون على إنارة المزدوجة إن شاء الله أو دوبل ليماج. الحلقة رقم 3 إن شاء الله تكون على طريقة توصيل لوحة مفاتيح الكهربائية، إذا كما راكم تلاحظون لوحة توزيع المفاتيح الكهربائية إن شاء الله. الحلقة رقم 5 إن شاء الله تكون على طريقة توصيل جهاز التليريبتور كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا جهاز التليريبتور إن شاء الله نشوف أيضا محكات هذا الجهاز وأيضا إن شاء الله نشوف مخطط الكهربائي الخاص به وأيضا طريقة تنفيذ هذه الدارة في أرض الواقع إن شاء الله. الحلقة رقم 6 إن شاء الله نشوف طريقة توصيل المؤقت الزمني أو جهاز اللامينوتري كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، إن شاء الله أيضا نشوف طريقة توصيل هذا الجهاز وأيضا المحكات الخاصة به وأيضا مخطط الكهربائي الخاص للامينوتري أو المؤقت الزمني. إذا إن شاء الله يكونوا 6 حلقات، إذا لديكم أي طلبات أخرى إن شاء الله اكتبوهم لي تحت هذا الفيديو في قسم التعليقات إن شاء الله، ربما يكونوا فيديوهات يعني أكثر من 6 إذا عندكم طلبات أخرى إن شاء الله. إذا إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في شرح، لديكم أي سؤال اكتبونا في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.